مستمرين معاكم، ولسه طبعا معانا في هذه اللحظات واحد من نجوم النادي الاهلي، محمود عبد المنعم كهربا. كهربا، ببارك لك على الميداليه البرونزيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الله يبارك فيك طبعا في الاول، ومبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم طبعا، ومبروك للاعيبه الرجاله. لا مؤاخذه، ثانيه واحده يا ابني، انا عايز اسجل بقى. قلب الدنيا انت يا غني. 4 ايام محبوس في الاوضه ما طلعتش، والله تعبت نفسيا، بس الحمد لله يعني فرحت يعني والله بالميداليه. طبعا يعني حاجه كبيره بالنسبه لي قوي، والواحد يعني ال4 ايام استحملهم يعني بالعافيه والله، والميداليه اللي فرحتنا الحمد لله، المركز الثالث يعني اللعيبه الرجاله والجهاز الفني كله والاداره يعني الحمد لله. كهربا بيحب ياخد اللقطه؟ والله بص يا امير، عايز اقول لك حاجه، لكن يعني يمكن واحد طلع يتكلم قال لك بحب اخد اللقطه ومش اللقطه، اصل يعني الموضوع سهل والله ومش صعب. اللقطه اللي انا اخدها اصلا، بلعب في نادي الاهلي، نادي الاهلي ده كبير، كل خطوه محسوبه عليك، يعني انت لو دخلت الحمام، لان مصر كلها تعرف ان دخلت الحمام، وانا يعني مش محتاج اخد لقطه ولا حاجه، يعني الحمد لله انا يمكن اسمي معروف، ويمكن الحمد لله محبوب من الناس كلها، يعني انا ما بكرهش حد، انا بحب الخير للناس كلها، بحب الناس كلها، انا ما بزعلش من حد، يعني يمكن انا بشوف اي حد في الدنيا يعني قريب مني او مش قريب مني بسلم عليه، حتى لو في بيني وبينه خصام، لان انا الحمد لله يعني والدي ووالدتي معلمين ان انا احب الناس كلها واحب الخير للناس، فبتبقى صعبه على الناس المريضه. ما هو الناس دي مريضه، فهي مريضه فهم صعب عليهم، يعني انت لما تتكلم كده انت اللي بتدور على الحاجه ديت مش انا، لان انا الحمد لله يعني انا يمكن يعني عايز اقول له مثلا يعني قول لنفسك. والله يا بص، انا كان نفسي حاجات كتير، بس طبعا معلش والله يمكن شعار النادي ده يمنعني، يعني انا اسف والله، انا شعار النادي ده لو كنتش لابس شعار النادي دوت او بلعب في النادي الاهلي، لا انا كنت قلت حاجات كتير قوي، بس يعني هو اقل حاجه الناس بتدخل جوه النيه، وطول ما انت دخلت جوه النيه بقى انت بينك وبين ربنا، يعني حسابك مع ربنا بقى.